هي لحد الآن بتعاملني معاملة كتير منيحة وما زالت يعني، بس قالت لي إنه أنا ماني أمك، أنا بكوني عمتك. كان هذا الشيء كتير صعب علي إني أخبرها إني أنا ماني أمها، أنا عمتها. أنا عمتها لحلا، أخذتها تبنيتها بعد ما توفوا والدينا أمه وأبوها بحادث سير، أخذتها ربيتها، كان عمرها 4 شهور، رضعتها وربيتها مع أولادي. لا سبحان الله، طلعنا من حلب وتهجرنا وطلعنا وجينا لهون هاي المنطقة، وجينا هلا نطلع نسكن بالمخيمات، وبالمخيمات ما في تعليم كويس، اضطريت حطيتها في الدار، دارة الرعاية. أنا حلا وهون وعمري 13 سنة، أجت أمي هون بعد ما أنا كبرت ويعني وعيت، أنا أجت بدها تسجلني بمدرسة هون بعد ما تعبت حالتنا المادية وسكننا بمخيمات وهيك، أما أجت هون بدها تسجلني بمدرسة، مدرسة أيتام. فأنا سألت إنه ليش تسجلني بمدرسة أيتام، قالت لي إنه هون إنه قالت لي حقيقتها إنه هي ما لأمي، هي بيكون عمتي. أنا هون يعني انصدمت وكرهت كل الناس، ويعني صرت أنضل لحالي وما أحب أشوف أي حدا. وهون عمتي اللي هي أمي يعني كل أسبوع تجي تزورني مرتين وتقولي ما رح أخليكي هون، إن شاء الله بس أدور على شغل وأدور على بيت إن شاء الله رح أطالعك وهيك. فهي لحد الآن إنه بتجي بتزورني وتخفف عني. السبب الأول اللي حطيتها هون مشان بدي إياها تتعلم وتطلع يعني تعليمها، تطلع إن شاء الله اللي بدها إياها، هي مشتهية تطلع دكتورة إن شاء الله، لأني أنا ما عندي الإمكانية لا عالجة ولا أني خليها تكمل تعليمها، لأني بالمخيمات لا في تعليم كويس ولا في شيء محاجات يعني البنات وهيك سبحان الله بالمدرسة. هلا ان شاء الله عم تدرس وبركي هون ومرتاحه، لعل وعسى هيك رب العالمين، حتى هي مريضه يعني بحاجه علاج.